شفنا التضامن تاعكم مع الممثلة القديرة بهية رشدي، يعني شكون راكم ترافقوا فيها هذه المرحلة الصعبة اللي راهي تمر فيها؟ والله واش حابين نقول لك، كاينه غير كلمه برك نقولوها وان شاء الله نطلبوا الرب سبحانه ان شاء الله يشفيها، ان شاء الله ترجع لنا بخير ان شاء الله. هذا هو الشيء اللي نطلبوا فيه ان شاء الله، هذا هو الكلمه تاعنا. ما رانا اني تريتو شي اني فريمون سا بو اريفي نابورت كي، صح سي فري، بصح كامام باهي سي غروند دام تري بون كوميديان، خدمنا مع بعض فريمون روعه كبيره، روعه كبيره. شفنا التاثر تاعكم راه كبير مع على الحاله. نعم 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 نعم، مأثرين سي نورمال، مأثرين من النهار اللي سمعنا. واش راح نقول لك، ربي يشفيها ربي يشفيها.